روائع <applause> تابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة كل يوم بنلتقي مع صفحة مشرقة وجميلة وبنقول كلنا كده فعلا بنتمنى إن إحنا كنا نعيش في الزمن الجميل الحلو ده في وسط الناس الأتقياء، في وسط الناس الصافيين، في وسط الناس أصحاب القلوب الطاهرة بدل ما احنا عايشين في زمن كله ماديات وشهوات وكله مشاكل ربنا يا رب يجمعنا واياكم مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا تعالوا بسرعه نلتقي مع نجم الليلادي ان صح القول مع هذا التابعي الجليل مين هو التابعي دوت؟ الحقيقه قبل ما اقول لكم اسمه عايز اقول لكم حاجه هو الراجل ده كان احد الزهاد الثمانيه اللي يعني كان بيضرب بهم المثل في زهدهم وقصه الرجل ده تتجلى في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وهو قاعد مع الصحابة وبيديهم درس جميل جدا وبيعلمهم حاجة حلوة قوي وبيبث معنى جميل جدا في أذهان الصحابة وأذهان الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا النبي والحديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة بيقول للصحابة إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني او اويس القرني ده كان من بلاد اليمن كان به برص فبرا الا موضع درهم وله والده هو بار بها فان استطعت لو اقسم على الله لابر فان استطعت ان يستغفر لك فاجعله او فاطلب منه او فمره ان يستغفر لك النبي بيتكلم مين يا جماعه بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس الأفاضل دول كلهم بيقول لهم الواحد فيكم لو قابل قويس القرنية ده لو قدرت تطلب منه إن هو يستغفر لك خليه يستغفر لك. معقولة؟ ليه هو قويس القرنية أفضل من أبي بكر؟ طبعًا لأ. أفضل من عمر طبعًا لأ. أمال ليه النبي بيقول كده؟ النبي بيقول كده للمناسبة جميله قوي بس أي قبل ما اقول المناسبه عايز اقول يا جماعه ان الحديث ده في حد ذاته فيه معجزه ظاهره جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ليه لانه اخبر باسم الرجل ده واسم بلده وبصلاحه وبموضوع البرس اللي كان فيه اللي برا الا موضع درهم وذكر بكل المواصفات دي كلها هو ما شافوش ولا قبله ولا مره امال النبي عرف الكلام ده من الوحي الوحي جبريل عليه السلام يجي ويقول للنبي عليه السلام قول لأصحابك إن في واحد من التابعين من التابعين يعني هو ما شافش النبي مع أنه كان عايش في زمن النبي وكان موجود في نفس الزمن اللي موجود فيه النبي وكان موجود في بلاد اليمن وكان أسلم يعني أسلم فعلا في زمن النبي بس ما قبلوش ولو قبله لمدة دقيقة واحدة ومات على إيمانه كان بقى صحابي من الصحابة أمال ليه النبي قال كده وليه كويس ما راحش شاف النبي سبب واحد بس وده درس كبير قوي يا شباب ويا بنات اخواني واحبابي واولادي بجد درس من اعظم الدروس اللي فعلا محتاجين نتعلمه اللي حجب قويس القرني من انه يكون صحابي ومن انه يشوف النبي ويملى عينيه برؤيه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ده يدوب رحله رحله من اليمن لمكه او للمدينه ويروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له آمنت بك يا رسول الله أو آمنت بالله و و و واتبعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى صحابي. ورغم ذلك ما راحش رحلة واحدة لو رحلة واحدة بس وراح شاف النبي لمدة دقيقة دقيقة واحدة يسلم بس على النبي ويقول له أنا مؤمن يا رسول الله خلاص بقى صحابي. لكن ما راحش لسبب مهم أوي أوي إنه كان ليه أم كان عايش عشانها وكان بيبرها وكانت مريضة كان هو اللي بيتابع علاجها وهو اللي بيأكلها وهو اللي بينظف لها بيتها وهو اللي بيواسيها وهو اللي بيكلمها وهو اللي بيسليها وهو اللي مالي حياتها فما كانش قادر يسيب أمه وما كانش قادر يعمل أي حاجة علشان خاطر يروح للنبي عليه السلام لأنه لو ساب أمه ما حدش يرعاها أبوه ميت وملوش إخوات وعايش هو امه لدرجه انه رفض يتجوز عشان خاطر امه وفضل موجود معاها يخدمها ويكرمها ويراعيها علشان دي امه حبيبته شفتوا الدرس يا شباب فاتحرم من انه يكون صحابي تخيل المشكلة عاملة ازاي نفسه يبقى صحابي فمش قادر يسيب امه لو سابها لمدة بس يعني رحلة واحدة يروحها للنبي ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى صحابي ويرجع تاني يتابع ويشوف امه لكن مرضيش يسيبها فربنا يكرمه انت ما سبتش امك ورحت للنبي عشان تبقى صحابي أنا هكرمك بحاجة كبيرة جدا جدا وهخلي النبي يقول للصحابة إن الراجل ده ليه قدر كبير جدا ومنزلة عالية جدا عند ربنا ولو واحد فيكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قابل الراجل التابعي ده يطلب منه إنه يستغفر له لأنه قدره عند ربنا عالي جدا يا الله على بر الأم يا الله على بر الوالدين يا شباب ياللي اللي ابائكم وامهاتكم عايشين وبتعاملوهم اسوأ معامله بر الأم وصل أويس القرني ان ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يذكره لجبريل وجبريل يذكره للنبي والنبي يذكره للأمه ويقول هو ده افضل واحد في التابعين أويس القرني كان ليه علامه مميزه قوي ايه هي؟ له والده هو بار بها تعرف كده تبر امك بر كبير قوي وتمر الايام والناس تقول في في المنطقه الفلانيه في شاب حلو قوي جميل جدا وطيب وانسان زي الفل ومن اكبر مميزاته ان هو بر جدا بامه وامه بتقول لكل الناس اللي حواليها ابني حبيبي اللي كان بيبرني وبيكرمني سبحانك يا ربي ابو بكر يعني يعني قعد يدور بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام قعد يدور على قويس القرني ده يدور عليه كل لما تيجي امداد من او امداد من اليمن يسالهم افيكم قويس القرني يقول لا مش معانا لان كان لسه ام قويس كانت لسه عايشه حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسه عايشه وكان قويس بيخدمها وبيكرمها وبيراعيها فمش قادر يسيبها فلما مات ابو بكر ماتت بعدها بفتره يسيره جدا ماتت ام قويس القرني خلاص ما بقالوش حد في الدنيا فابتدى يتحرك وياخد حريته فراح بقى عدى على مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم علشان وان كان حتى ما يشوف ما شافش النبي فعلى الاقل يشوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم ويشوفهم وبعد كده كان رايح الكوفه عشان يعيش في العراق لان كان متجمع هناك عدد كبير ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيره التابعين كانوا موجودين في بلاد الكوفه فراح عشان يعيش وسط المجموعه الجميله ديت فهو معدي كان عمر بن الخطاب بيسال اي مجموعه اي قافله جايه من بلاد اليمن افيكم اويس القرني يقولوا لي لا ليس فينا لحد ما جه ربنا قدر في الرحله اللي كان طالع فيها اويس القرني فعمر بن الخطاب راح مقرب منهم قال لهم افيكم اويس القرني قالوا اجل فراح عمر بن الخطاب اغتنمها بقى كانت فرصه العمر بالنسبه له ان هو يشوف اويس القرني فقرب منه قال انت اويس القرني قال اجل قال كان بك برص في جسدك فبرا الا موضع درهم قال اجل قال لك ام انت بر بها قال اجل قال استغفر لي قال أمثل يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأويس القرني لما كان عايش في بلاد اليمن وصلوا الخبر دوت أصلا وكان لسه أمه عايشة ووصلوا من بعض الصحابة من الأشعريين اللي كانوا يسافروا ويشوفوا النبي ويرجعوا مرة تانية قالوا له ده النبي قال عنك كده يا أويس قال إن أنت من خير التابعين هو كان يسمع الكلام وتخيل حضرتك لو ما كان كويس وواحد جاي بيقول لك انا لسه جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيحبك او بيشكر فيك وجبريل عليه السلام هو اللي اخبر النبي ان انت من خير التابعين يبقى احساسك عامل ازاي وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان قويس القرني راح عمر الخطاب بيقول له استغفر لي يا قويس قال امثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين قال اجل أمرنا النبي بذلك أنت بتتكلم في إيه؟ ده النبي هو اللي قال لنا فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي يا أويس فقال اللهم اغفر لعبدك عمر بن الخطاب ثم قعد يكلمه عمر بن الخطاب شوية وبعدين قال له استغفر لي يا أويس قال له أمثلي أستغفر لمثلك؟ قال استغفر لي أمرنا النبي بذلك فرح قال له اللهم اغفر لعمر بن الخطاب قال له إلى أين أنت تريد يا أويس؟ قال له الكوفه قال له انتظر اكتب الى عاملها حتى يعني يعني عشان يشوفك ويرايك قال له لا لان اكون في غبرات الناس احب الي سيبني كده انا عايز اتوه الزحام مش عايز حد يشاور يقول ده ويس القرنيه ولا يعرفني انا مش عايز حد يعرفني انا عايز اكون كده انسان يعني بسيط جدا وما حدش يعرفني ولا حد ولا اكون مشهور انا ابعد عن الشهره سبحان الله فقال عمر بن الخطاب انتظر يا اويس حتى آتيك بنفقة وكسوة من عطائي مش هديك من فلوس المسلمين من فلوسي أنا أديك نفقة وكسوة عشان تقدر تكمل طريقك ومن الآن فأنت أخي يا أويس فأويس قني أول ما سمع كده راح حربان من عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين لا موعد بيني وبينك بعد اليوم ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة لأن أكون في غبرات الناس أحب إليّ. ومشي طلع على بلاد الكوفة. سبحان الله. الحقيقة يا جماعة كان قويس قني كان لما بيحكوا عن عبادته كانوا بيقولوا كان في قمة العبادة. كان لما تيجي عليه ليلة يقول لعل هذه هي آخر ليلة فتكون ليلة السجود. يقوم ويصلي ويسجد ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان في قمة الخشوع لله سبحانه وتعالى وكان يقوم يصلي ويفضل يصلي طول الليل ويقول اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة وكان نفسي برضو كان من اللي بيقول كلمة ديت كان برضو واحد اسمه صلة بن أشم اللي اتكلمنا عنه من كم يوم صلة بن أشم العدوي اللي كان يخش الغابات كده ويخش ويصف قدمي ويصلي فاكرين لما جاله الأسد وبعد ما صلي الله وقال للاسد التمس رزقك في مكان اخر يا ابا الحارث وسبحان الله وبعد كده كان يقوم, يقوم, يقوم يرفع ايديه ويقول اللهم اني اعوذ بك من النار فمن انا حتى اسالك الجنه وان كان مش هي دي السنه يا جماعه السنه ان احنا نسال ربنا الجنه ونستعيذ به من النار لان سيد ولد ادم هو اللي علمنا كده وقال اذا سلم اذا 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 تشهد احدكم يعني بعد التشهد فلا يسلم قبل ان يستعيذ بالله من اربع أعوذ أستعيذ بالله من عذاب النار ومن عذاب من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن عذاب القبر ومن عذاب النار وكان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار لما الرجل قال له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت أم يا رسول الله فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن فكان يقول فماذا تقول أنت قال له النبي ماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار قال حولها ندندن وأنا ومعاذ يعني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار فكان ويس القرني ضمن الحاجات العجيبة جدا أنه كان يرفع إيديه بعد ما يصلي قيم الليل ويقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة فإنه ليس لدي إلا تلك اللقيمات ما عنديش غير شوية خبز ناشف كده وأعتذر إليك من كل جسد عار فإنه ليس لست أملك ما إلا ما على ظهري من الرياش سبحان الله ثم يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع وأعتذر إليك من كل جسد عار عايز يقول يا ربي أنا لو أملك أن أنا أكل الناس كلها وألبس الناس كلها كنت عملت لكن أعتذر إليك أنا فقير يا ترى أحوالنا إيه مع الفقراء واليتامى وإحنا في الأيام الجميلة دي يا جماعة يعني اغنوهم عن ذل السؤال دوروا على أسرة فقيرة أكلوهم وشبعوهم وزي ما هتجيب لولادك لبس العيد هات لهم هم كمان لبس العيد أكرمهم كرمهم عشان ربنا يكرمك لان الفقراء واليتامى والناس ديت ليهم دوله يوم القيامه فلعل وعسى يجي واحد منهم يوم القيامه يقول لك تعالى انت اللي اكلتني وانت اللي شربتني وانت اللي لبستني ياخد بايدك ويدخلك الجنه باذن المولى عز وجل ويشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتمر الايام وقويس القرنيه يعيش على قد ما يعيش حياته كلها زهد وعبادة وطاعة لله والحقيقة قصته مش كبيرة قوي قصته يا دوب بتتركز حوالين إن النبي قعد وسط الصحابة ذكر هذا الرجل وقال لهم علمته إنه كان بر بأمه ولو واحد فيكم قبله يطلب منه إنه يستغفر له والراجل دوت لو أقسم على الله لأبر بنص الحديث فاكرين لما النبي قال عن البراء بن مالك كم من أشعث أخبر، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، كم من أشعث أخبر في تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك، تقوم تمر الأيام وتيجي موقعة تستر كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، واستعصت موقعة تستر على الصحابة وراحوا يكلموا البراء بن مالك قالوا له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعف اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك الا تقسم على الله يا براء قال اجل ثم رفع يديه وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيلك ويموت اويس القرني رحمه الله رحمه واسعه اللي كان مثال جميل قوي في بره بامه والحقيقه العلماء السير يعني اختلفوا في في مساله موت اويس القرني هو مات فين ومات امتى ومات ازاي ففي يعني الامام ابن الجوزي ذكر في صفه الصفوه حاجه وذكر في صفه الصفوة حاجه تانية برضه وراح الامام الذهبي معلق على واحده منهم قال إنه ورد إن عن عبد الله بن سالم إن هو قال غزونا أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب وكان معنا أويس القرني فلما رجعنا مرض فحملناه فلم يستمسك فمات. الرواية الثانية رواها برضو الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة فقال يعني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى إنه قال نادى مناد يوم مصفين أفي القوم أويس القرني فقالوا: بلى، فوجد في القتلى مع علي رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن الجوزي وهذا هو الصحيح وفي تاريخ الإسلام للإمام الذهبي في ترجمة أويس القرني قال ثم عاد في أيام علي فاستشهد معه بصفين فنظروا فإذا عليه نيف أربعون جراحة ولذلك يعني رجح الإمام الذهبي أن أويس القرني كان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عن علي وعن أويس القرني وعن معاوية بن أبي سفيان وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدروس اللي نستفيدها من قصة أويس القرنين أول حاجة إن العبد يا جماعة ممكن يوصل لأعلى المراتب بإيه؟ بعبادته وطاعته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى حتى لو كان إنسان فقير حتى لو كان إنسان ما هوش وزير ولا هو يعني صاحب منصب ولا جاه لكن بإخلاصه لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم احنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا يا جماعة ان سيدنا بلال لما طلع فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة والنبي أمر انه يطلع يأذن فوق الكعبة ولما طلع يأذن فوق الكعبة فرأه عتاب بن أسيد فقال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سلام الحاجة الثانية إن قويس القرنيه وصل للمنزله العاليه دي كلها بايه؟ بعد طاعته وتوحيده لله سبحانه وتعالى ببر الام بر الوالدين يا جماعه وعن تجربه يا جماعه يا حبايبي اخواني واحبابي واولادي بر الام يفتح لك كل الابواب المقفوله دعوه الام توصلك لاعلى المراتب في الدنيا دعوه الام ترضي ربنا عنك سبحانه وتعالى لان ربنا قال كده انشكر لي ولوالديك سبحان الله قال ابن عباس ثلاثة أشياء مكرونة بالثلاث بقول لك نأجلها بقى في موضوع فضاء البر الوالدين هنذكرها الآن فبر الوالدين عبادة عظيمة جدا وقرب من أعظم القربات اللي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف كده ونختم قصة أويس القرني ببعض فضاء البر الوالدين تسع فضائل, فضائل كده بسرعة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة بر الوالدين ربنا بيفرج بها الكروبات فاكرين حضراتكم كما في الصحيحين قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة كل واحد دعا بصالح أعماله إن ربنا ينجيه وينجيهم كلهم عشان يخرجوا من الغار دوت فواحد فيهم يعني توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى وكان ممكن الراجل دوت لما وقف ومعاه الحلاب بتاع اللبن ومستني امه وابوه هو اتاخر على امه وابوه كل يوم بيقدم لهم لبن قبل ولاده فراح لقاهم نايمين لانه اتاخر فلما ناموا كان ممكن يعمل حاجه من الاتنين يا اما يشرب ولاده ويسيب النصيب بتاع امه وابوه يشيله على جنب يا اما يصحى أبوه وأمه من النوم ويشربهم وبعدين يسقي ولاده لان ولاده عم يصرخوا جنبه فعمل حاجه حلوه قوي ما يحرم امه وابوه من لذة النوم وما رضيش يحرمهم من لذة الشرب ففضل سيبهم نايمين وقف شايل اللبن لحد اما صحيوا بعد ساعات طويله وراح شربهم وبعد كده راح شرب ولاده فبر الوالدين يفرج الله به الكربات، الحاجه الثانيه الفوز بدعوه الوالدين بيجلب التوفيق للعبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي باسناد حسن ثلاث دعوات لا ترد منها دعوه الوالد لولده. دعوه الام لابنها ما بتتردش مستجابه ودعوه الاب لولاده مستجابه فيا في بخت اللي يفوز بدعوه الوالدين حاجه التالته ان دعوه الوالدين او بر الوالدين سبب لسعه الرزق وطول العمر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره ان يعظم الله له رزقه وان ينسا له في اثره فليصل رحمه في رواية البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه رقم أربعة بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله حديث رواه مسلم أنه أقبل رجل إلى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال هل من والديك أحد حي قال نعم كلاهما حي قال: فتبتغي الاجر من الله قال اجل قال: فارجع اليهما فاحسن صحبتهما. رقم خمسه ان بر الوالدين من اسباب حسن الخاطبة ان من عاش على شيء من عاش على شيء بعث عليه مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فمن مات على بر الوالدين يبعث يوم القيامه برا لوالديه. رقم سته بر الوالدين كفاره للكبائر. لو عندك كبائر تتوب إلى الله وتبر أمك وأبوك ربنا يعفو عنك ويغفر لك الكبائر روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني خطبت واحدة فرفضت أن أتجوزها قال فتقدم لها رجل آخر فخطبها فنكحته اتجوزته قال فغرت فقتلتها لما لقيتها رفضتني وراحت اتجوزت الراجل التالي ده رحت قاتلها فهل لي من توبه فقال له ابن عباس امك حيه مش حيه يعني يعني زي واحد بيسال الراجل بيقول له يعني كيف حاله يعني حماك عامل ايه قال له الحمد لله حي يرزق قال له حماتك قال له حيه تنتسع اخد بالك فبيقول له امك حيه فقال اجل قال لا قال: هل لك من خال؟ قال: اجل. فقال له اه بيقول له امك حيه؟ قال: لا، قال: اذا تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت. فساله عطاء بن يسار: ليه ما سالته امك حيه؟ ليه سالت امك حيه ولا مش حيه؟ قال: والله اني لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدين. انا سالته عن امه هي حيه ليه؟ عشان لو اكرمها ربنا يغفر له الذنب ده. سبحان الله فبيقول له ايه لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدة رقم سبعة بر الوالدين سبب للفوز برحمه الله ومغفرته اذا كان ربنا غفر لامراه بغي بتتاجر بعرضها لانها سقط كلبا فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر والحب والحنان لوالدين رقم ثمانية بر الوالدين سبب لقبول الاعمال يعني نفسك ان ربنا يقبلك ويتقبل منك اعمالك ويتجاوز عن سيئاتك عليك ببر الوالدين قال جل وعلا ووصينا الوالدين ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ولذلك سيدنا ابن عباس وقلنا أن للفقرة ديت سيدنا ابن عباس كان يقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحده بغير اختها، قال جل وعلا: وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل، وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل، ان اشكر لي ولوالديك. رقم تسعه بر الوالدين سبب لدخول الجنه والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح الوالد اوسط ابواب الجنه وعند النسائي والحاكم بسند صحيح انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك فقال هل لك من ام؟ قال نعم قال فالزمها فان الجنه تحت رجليها يا سلام وهو ده معنى الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات لكن هو ضعيف بهذا اللفظ أما اللفظ الصحيح فالزمها فإن الجنة تحت رجليها وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما والحقيقة نماذج مشرقه وعظيمه جدا لبر الوالدين كان سيدنا محمد بن المنكدر في يوم من الايام بينادي على امه هي بتنادي عليه فهو رد عليه بتقول له يا محمد فلا نعم فصوته علي فاعتق عبدا عشان ربنا يغفر له الذنب دوت وكان يعني الفضل بن يحيى لما سجن مع ابيه وابوه ما كانش بيقدر يتوضا الا بالميه السخنه وما كانش في ميه سخنه في السجن ففضل شايل الميه ومقربها من الاصباح من العشاء لحد قرب الفجر لحد ما الميه دفيت عشان ابوه يتوضا وكان هناك شاب كده كان بيطوف بامه شايلها على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبه والمسافه طويله وهو عرقان وتعبان فشاف سيدنا عبد الله بن عمر فقال ابن عمر اتراني قد وفيتها حقا قال لا والله ولا بزفرة واحدة ولا بآهة واحدة من آهات الولادة لكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها، بشيلها من بيت لحد الخلاء في الصحراء وارجع بها مرة ثانية، أتراني قد وفيتها حقا قال لا والله فإنك تفعل بها هذا وأنت تتمنى موتها وهي كانت تفعل بك هذا وهي تتمنى حياتك وأنت طفل صغير حارثة ابن النعمان بيقول منذ أن أسلمت والله ما أكلت أمي بيديها بل كنت أنا الذي أطعمها والأمثلة كتيرة جدا يا شباب بروا أباءكم وأمهاتكم اكرموهم عشان ربنا يكرمكم وانتهت صفحة الجميلة لأويس القرنية اللي النبي ذكره واللي قبل ما النبي يذكره الله ذكره وجبريل ذكره لأنه كان بر بأمه وبكره نلتقي مع صفحه جديده من روائع التابعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام